الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في إعجاز وبلاغة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونلاحظ في هذه الآيات المباركات أن الله تبارك وتعالى في الآيتين الأوليين وصف نفسه بأنه لا إله إلا هو، ولم يصف نفسه كذلك في الآية الأخيرة، فما السر في ذلك؟ والجواب والله أعلم أن ذلك لأنه تبارك وتعالى في الآيتين الأوليين وصف نفسه ببعض الصفات التي قد يتصف بها البشر كالملك والرحمة والعلم، فنزه ذاته تبارك وتعالى بأنه لا إله إلا هو، ولم يأتي بها في الآية الأخيرة لأنه سبحانه وصف نفسه فيها بما لا يتصف به غيره كالخلق والأسماء الحسنى لا إله إلا الله العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.